مبروك للنصر، هارد لك لأبها. شوفوا النصر 4 انتصارات تعادل وخسارة، أبها فوز وتعادل وأربع خسارات. طبعا ما حاسأل عيسى لأنه عيسى هلال ما يحب النصر، حاسألك لك دكتور. 3 مريحة لجمهور النصر ومزعجة جدا لأبها اللي صار وضعه يعني صعب بمركز 14. هو النصر طبعا هذا الفوز يعني صعد، يعني صعد بي على الأقل رابع الآن. إيه رابع الآن يعني قريب، يعني لأنه النقاط عنده 13 فرق نقطة عن الوصيف، صح ولا لا؟ فيعني ما عنده مشكلة. لكن خلينا نتكلم عن المباراة، إنه هل يستحق إنه يفوز؟ أقول لك إيه يستحق يفوز، لكن أنا برأيي ما قدم في شيء كبير يعني كنصر. يعني أبها تربذة كم خسارة عند أبها؟ 4 خسارة، 3 وهي الرابعة. أيوه هاي الرابعة. يعني أبها شلون نقول إحنا فريق جوه، هو تقريبا يعني من الفرق اللي مهددة، وبالتالي النصر المفروض إنه لما يلعب كرة قدم يلعب كرة قدم بصورة صحيحة. أنا اليوم ما شفت من عنده، وكأنه شفت فريق قوي أمامه. يعني خل أبها يكون قوي أمامه، لكن ما كان عند أبها ما كان عنده لاعبين حقيقة يجاروا لاعبين مفيد، يجاروا وإنما يسجلون أهداف. مثلا نوعية اللاعبين ما عندهم هذه النوعية اللي تسجل أهداف بسهولة، عكس النصر اللي عنده لاعبين ممكن يسجلون أهداف بأي وقت. كلام كبير عيسى الدكتور عم بيقوله. سأتفق معه في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني أبو كرم 45 دقيقة في الشوط الثاني النصر لا وضح أنه فريق، خليني أقول لك إياه، يصنع ويسجل. والأهم من وجهة نظري يعني أنه النصر مع جريسة وصل أنه ليس هناك رئة واحدة تتنفس وهي تنسكا داخل الفريق النصراوي. في الشوط الثاني 45 دقيقة كانت الخطورة متنوعة في الأطراف وفي العمق، الجميع يتحرك. حتى أنه يعني لو أخذنا في هذه المباراة لا تنسكا ولا أبو بكر كانوا واضحين في المباراة، اللاعبين الآخرين هم اللي كانوا واضحين. ومن وجهة نظري هذه نقطة مهمة جداً للفريق النصراوي. وأنا 45 دقيقة في الشوط الثاني لا النصر أكثر جمال. طيب هلأ رح نعرف من هو رجل هذه المباراة. إذن لويس غوستافو من النصر هو مان أوف ذا ماتش.